السلام عليكم. تداولت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خبر رائع أدخل البهجة والسرور على كل الجزائريين، حيث قالت بعض المصادر أنه تقرر نقد العجوز والتي صنعت الحدث بتصريحاتها ووعودها مع المنتخب الوطني الجزائري وخاصة بالليلي ومبولحي إلى دولة قطر لحضور مباراة نصف النهائي والتي ستقام يوم غد الأربعاء على الساعة 8 مساء لمساندة وتشجيع الفريق الوطني. الحاجة كانت قد ظهرت في فيديو وهي تعيد بالليلي ورفقائه بطبق تقليدي ودجاجة مشوية في حال تأهلهم وفوزهم على المغرب، وتفاعل معها اللاعب بالليلي عبر صفحة رسمية على الفيسبوك أين طالبها بهديتها. كما ظهرت هذه العجوز مرة أخرى وهي تعيد الحارس الدولي الجزائري الرئيس وهاب مبولحي بطبق تقليدي آخر في حال الفوز والتأهل للدور النهائي.